لتجمع الكفاءات العراقية دكتور علي دباغ إن ما حصل من ذبح لأبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي في ثرثار على يد إرهابي داعش هو عدم محاسبة السلطة القضائية مرتكبي مجزرة سبايكر والمتسببين بسقوط الموصل، وأشار إذا لم ينتهي تحرير الأنبار بأسرع وقت فإن العراق لن يتمتع بالاستقرار وستستمر الأزمة في البلاد. من قبل تعبر سبايكر بدون ما تحاسب، بدون ما تعرف شنو القضية، وين الخلل؟ مو يوميا ينذبح عندك احد، لانه انت قبلت بذيشه قبلت ذيشه، قبلت وعبرت. من قبلت الان الموصل اكو خيانه، وموصل البلد سقط وسقط ثلث العراق بسببه، ولحد الان ما ندري، ما نعرف، لا التحالف حاسب، لا الحكومه حاسبت، لا البرلمان حاسب، والان موعودين بانه اللجنه طلع نتيجه الموصل وسقوط الموصل. هذا الان هاي الرماديه اذا ما تنتهي احنا هذا العراق ما ينبني ولا يصير براسه خير، وتبقى هاي الحاله تزيد، احنا حفره دا نكبرها، كل ما بدنا نحفر دا نتعمق وتكبر، طيب. تكبر هذه الازمه، ما لم الان اكو تعريفات واكو اتفاق على الاساسيات، التحالف الوطني هو الاساس بالعمليه، اذا التحالف بخير ومتعافي معناته العراق والعمليه السياسيه متعافيه لان الكتله الاكبر وهو يمثل مره اخرى اقول قطب الرحى، اذا ما يكون الاتفاق على استراتيجيات اساسيه وتعريفات اساسيه، من فلان لو يكون ما يكون هالدم اغلى من عنده واغلى من الخلفوه، المفروض يتحاسب والمفروض يسائل. احنا الان عاجز التحالف الوطني وهذه المشكله. الان خلي الماضي، الان احنا امام تعلمتوا صاروا قيادات سياسيه سابقا ما كانت اكو خبره، الان صارت خبره، الان تعالوا اقعدوا يا اخوان، تعالوا انتم قاده التحالف، تعالوا اقعدوا حاسبوا ورسموا استراتيجيات. هذه العلاقه مع الشركاء، هذه انا ما ابقى الان مثل البقره الحلوب، انا اعطيك فلوس وانت تدز لي ارهابيين وتذبحني وتقتلني يوميا، وتالي انا قاعد بوحده العراق ووطن العراق وكانه احنا ولد الخايبه واحنا اللي دائما ندفع الثمن. هذا يجب ان يعرف باسلوب طيب. باسلوب واقعي، اسلوب لا. محترم، اسلوب عاقل، من يحافظ على البلد، من يحافظ على المصالح طيب. كل اخواننا لا. لكنه من احنا نكون ضعفاء الاخر يطمع بك لانه ماكو فايده. طبعا من يصير عنده 33 ينقتل اول ما يتهمك لك اي اتهام، واحنا كم انفجار؟ كم 33؟ كم 300 انفجار عندنا؟ من 2003 لحد الان، شنو اللي صار؟ تعالت الاصوات عبر مواقع